القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها نداءات تشريف وتكريم وتعظيم لحضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلقد اختار الله سبحانه وتعالى لحبيبه نداءين، وهما نداء النبوة والرسالة، وهما من أعظم النداءات وأرفع المقامات عند الله سبحانه وتعالى. فيا أيها النبي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 13 مرة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ويا أيها الرسول التي ورد ذكرها في القرآن الكريم مرتين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلاطم حبيبه ومصطفاه نادى عليه بنداءين من أعظم النداءات وهما المزمل والمدثر، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال: يا أيها المدثر قم فآذر وربك فكبر. وهذا التكريم من الله الكريم لسيدنا النبي الكريم ما هو إلا بيان لقدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه، وفيه بيان كذلك وإعلام للأمة بأسرها أن تتأدب مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ والله تعالى يقول في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك نهانا الله سبحانه وتعالى أن ننادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن صفته، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهدوا، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا.